خلينا نرجع لاخبارنا، بنبتدي دائما ابدا بالاخبار داخل جدران النادي الاهلي. يمكن هنبتدي بكره اليد سيدات، كان عندنا مباراه مهمه مع 6 اكتوبر، فزنا الحمد لله بنتيجه 34-16. الماتش كان اتلعب امبارح على صاله 6 اكتوبر، وفرقتنا طبعا قدرت انها تسيطر من اول الماتش لاخره الحمد لله، واضح طبعا من النتيجه. فرقتنا طبعا او فرقتنا كسبت كل ماتشاتها رايح جاي، كسبت مركز شباب شيخ الانعام وترسانه واتحاد الشرطه ومنوف الرياضي والليدو 6 اكتوبر رايح جاي، كل دور رايح جاي، وكمان كسبنا سموحه والطيران والشمس في الدور الاول. فاضل 3 لقاءات في الدور الثاني، وبعد كده نتاهل للدور اللي بعد كده ان شاء الله. هيبقى طبعا عدد الفرق اقل، وهتبقى المباريات اشرس شويه طبعا. وطبعا بفكر حضراتكم ان احنا بنلعب المباريات دي من غير نجمتنا سندس التونسيه، اللاعبه الدوليه اللي بتلعب دلوقتي بطوله العالم مع منتخب تونس في اسبانيا، هي مش بتشارك معانا المباريات دي. ما فيش اي مشكله خالص، استئناف الدوري الفرق قادره يعني سد، المهم انها تبقى معانا في الدور اللي بعد كده، وده اللي هيحصل ان شاء الله اكون معانا. وبفكركم تاني وتالت ورابع، فرقتنا الحمد لله هي حامل لقب 3 بطولات السنه اللي فاتت، دوري وكاس وبطوله القاهره. نتمنى ان شاء الله كابتن يحيى يوسف المدير الفني واللاعبات يحققوا نفس الانجاز بتاع السنه اللي فاتت ان شاء الله.